بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا إخواني وأخواتي، brothers and sisters. Please like, follow and share videos. Follow the page. Inshallah, see you in the next video. Inshallah, in the next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.